اليويا وهو مصطلح شائع في المستشفيات وفي المرضى الوقود، قد سمعته يوما ما. اليويا في الأصل هي مركب أيضي، أي بمعنى آخر مخلفات أيضية نيتروجينية ناتجة من تحطم أو تحويل عفوا الأمونيا في الكبد. بالأصل الأمونيا ناتجة من هضم البروتينات عند مرورها في القناة الهضمية، والأمونيا هي مادة سامة، فلذلك ينبغي على الجسم تحويلها إلى مادة أقل سمية. فتنتقل الأمونيا إلى الكبد وهنالك تتحول إلى مادة أقل سمية وهي اليوريا، ومن ثم اليوريا تذهب إلى الكلية ليتم طرحها هنالك في الإدرار. في بعض الأحيان قد تحدث مشاكل في الكلى، وما يؤدي إلى عدم تصفية أو إخراج اليوريا بصورة تامة، فترجع في الدم فتزداد تركيزها، وهذا تركيزها وبكونها مادة سامة يؤثر سلبا على حالة المريض، فيؤدي إلى زيادة الحامضية وقد يؤدي إلى الإغماء. يتم تحديد تركيزه مختبريا بواسطة معاملته بمحلول اليورييز أو إنزيم، بعد فصل طبعا عينة المريض وتحويلها إلى سيرم أو المصل وهو السائل الجزء السائل من الدم، فيتفاعل اليورييز مع اليوريا ويحولها إلى أمونيا. الخطة الثانية يعامل أو تعامل هذا المز الخليط بإضافة مادة صبغية مثل الهايبوكلورايت والساليسايليت، تتفاعل هذه المادة الصبغية مع المركب المتكون أو مع الأمونيا فينتج لون، وهذا اللون يتناسب طرديا مع تركيز اليوريا، إذ كلما ازداد تركيز اليوريا كلما كان ناتج اللون أو شدته أكبر، وهذا بالتالي يمكن حصول على تركيز اليوريا بواسطة مقارنته بمعايير ثابتة.